الرأي العام، أنتم تعتبرون أي يعني أي حديث معاكم لفرز الصفوف كأنما طعن بكم، كأنما محاولة لتشويه سمعتكم. لا والله، حتى على السوشيال ميديا، يعني إحنا من نجي نقول يا شباب أي ثورة، أي انتفاضة، أي حراك احتجاجي ممكن أن يستثمر، هو باب مفتوح، ممكن أن يستثمر من أحزاب، من دول، من مخابرات، لا تستغربون هذا. أنا راح زين، أنتوا ليش أعطيك رسالة نيابة، أعطيك رسالة نيابة عن المحتجين كلهم هسه، أنا أقول لك كنا متفقين عليها. تفضل. إذا أكو مسيء ومخطئ ومخرب ومكبسلشي ومثل ما وصفهم هاي الأسماء اللي جاي تلصق بينا بينه، هو كل شارع بهاي الصفات، زين. كل شارع في كل منطقة ليكبسل والزاني والشاذ، وهاي الأمور موجودة جيران الشيخ. فأنا كل شيء يلصق بي، أنا أقول لك هسه نيابة عن الجميع، المسيء المخطئ الموزين حاسبوا دولة، أكو حكومة موجودة. زين هسا إحنا كل اللي جاي أول موضوع الموضوع سيد مشرق، يعني موضوع. لا تسمح لي جنابك، الموضوع مو بهاي السهولة، أنت تعرف إحنا رايحين باتجاه يعني كأنما على شفير حفرة من الاقتتال، من الصدام، الانقسام. شوف أقول لك شيء، بالسنوات الماضية وأنت جنابك جاي من كربلاء، أو عظم الله أجرك وأجر المشاهدين بذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بالأربعينية هاي الزيارة اللي إلها خصوصية عند كل العراقيين، تصير أحداث سياسية دائماً عبر التاريخ، اقرأ التاريخ دائماً، صارت أحداث دموية. البارحة كان حادث عرضي، موكب راد يدخل ما دخلوه فرقوه قال لهم في مال لا، لكن البارحة واليوم يفور الشارع، يفور، هذا ينطينا انطباع أنه الاجتماع الانقسام المجتمعي واصل إلى درجات خطيرة. زين أنتم مستوعبين هاي القصة؟ مستوعبين احنا مستوعبين أكيد، احنا جاي نقتل. احنا مش مستوعبين أكثر من الدم، أخوتك جاي نقتلون وماكو أي حال. يومي احنا جاي نخطف وهاي الأمور جاي تصير بينا. أنت قلتها وأنا مقتنع أنه حادث عرضي، وحتى بيان العتبة بشكل بسيط تحدث أنه هذا ممكن يصير، حالات ممكن تصير، ولدك اجوا اخطاوا، انا مخطئ مخطئ، قومني حاسبني سوى هاي الامور القانونيه بهالسهوله.